Natürlich spielt die militärische Ausrüstung. بالطبع فإن التزويد بالمواد العسكرية يلعب أو لعب دورا حاسما، ولكن الأهم من ذلك هو دعم القبائل في شرق ليبيا. إبراهيم جدران مثلا خلال 24 ساعة تم عزله بعد أن سحبت القبائل دعمها له، وهذا من ذلك يتبين أن الحاسم ليس فقط القوة العسكرية إنما أيضا الدعم الاجتماعي، وهو هام في شرق ليبيا بشكل خاص. ولذلك نجح حفتر فيما لم ينجح فيه المجتمع الدولي والحكومة الليبية، أي التعاون مع القبائل أو الاتفاق مع القبائل في شرق ليبيا، ونجح في ذلك حفتر.